تعالوا نعمل مع بعض مشروب الطاقة اللي هنعمله بالتمر وهنعمله بالموز. تعالوا نشوف، هو مش حاجة جديدة أبدا، بس أنا حبيت أفكركم بيها أو أشاركوا معاكم اللي لسه ما يعرفوش، لأن هو الصراحة كتير مفيد وحلو قوي إن احنا نشربه ونشرب ولادنا كمان منه بكميات معقولة. طيب، مشروب الطاقة اللي عندنا عبارة عن 2 حليب، 7 تمرات، 7 عين جمل، موزة كبيرة، واختياري اختياري ده للطعم بس، هيدي لذاذة يعني، معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وزي ما قلت دي اختياري. طيب، هناخد دلوقتي الحليب اللي عندنا هنا 2، هنحط عليهم 7 تمرات، هنحط عليهم موزة كبيرة، ولا طبعا سكر ولا اي حاجة، بس لو حابين تضيفوا حاجة بتقدروا تضيفوا عسل، معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، وعندنا عين الجمل. هناخد الكلام ده كله وهنضربه في الخلاط. تمام، خلاص كده تمام التمام. طبعا لو في اطفال الغوا تماما فكره القهوه سريعه الذوبان، ريحته خطيره حلوه جدا. نحط بقى هنا العصير بتاعنا.